الإشكاليات التي ترونها كبيرة في الداخل التي استدعتكم بعقد هذه الدورة؟ واضحة جدا. الأسباب هي طروء شيء من الأفكار الجديدة التي لم تكن قد طرحت من ذي قبل. عندما يأتي الآن فكر جديد وهو فكر إخراج بعض الأمة منها وهو فكر التكفير التطرف، هذا جزء من الدورة. وعندنا جزء ثاني وهو الفكر فقه الواقع، الفكر المعاصر، الأمور الواقع هو الذي دفعنا لهذا. لكن أهم شيء عندنا كان مسألة التكفير وإخراج بعض الأمة من حيز أهل السنة والجماعة. الشريحة المستهدفة في الدورة هل هي مثلا يغلب على طابعها الجانب العلمي أم الجانب الدعوي أم الجانب العسكري مثلا؟ الجانب العلمي بحت، ولكن هذا الجانب العلمي منهم من يعمل مع العسكر ومنهم من يعمل مع القضاء ومنهم من يعمل في الإفتاء ومنهم من يعمل المسجد، كل واحد في سلك غير الآخر، ولكن الرابط الذي يجمعهم أجمعين هو أنهم دعويون جميعهم. هل ستكون لكم دورات أخرى أم هذه تعتبر دورة لن تتكرر؟ هذه الدورة ليست الأولى أصلا، كانت لنا وستكون لنا ومجمعنا هذا في قسم إعداد الدعاة. عندنا قسمان، قسم إعداد الدعاة من الصفر البدء، إعداد الدعاة والداعيات طبعا من الصفر إلى النهاية، وعندنا قسم هو التكميل فقط للدعاة ببعض المواد التي يحتاجونها من الأمور المعاصرة. فهذا قسم نحن نشتغل عليه منذ فترة، ليست أول دورة الآن. عنوان الدورة عندنا ما لا يسع الداعية جهله في هذا العصر، ما لا يسع الداعية جهله في الأمور الشرعية، في التمكن العلمي، في إقامة الداعية، في إعداد الداعية من الصفر إلى النهاية في هذا العصر، لأنه يهمنا هناك جوانب في الداعية يجب أن تكون في هذا العصر بالذات، منها مثلا مسألة العناية بالتكنولوجيا، العناية بالإعلام، العناية بالفكر المعاصر، الفقه الواقع، الفقه الحضاري، الفكر الإسلامي، معرفة الأمور النوازل التي يسميها العلماء بالنوازل. فعندنا الآن ملخص كامل مركز إعداد الدعاة والداعيات، ما لا يسع الداعية جهله في هذا العصر. والله اشترطنا على أنفسنا شرطا واحدا، لم نشترط سوريين أو غير سوريين، ولكننا اشترطنا أن لا يدرس المادة إلا متخصص فيها، فلا يمكن عندنا مادة أن يدرسها إلا متخصص في هذا الفن. هذا هو الذي عندنا. مفاتيح الدعوة التي قمتم بتدريسها في هذه الدورة، هل بإمكانك يعني هل بالإمكان أن تتحول إلى واقع عملي وبالتالي تردم الهوى بين عامة الناس وبين الشرعيين والدعاة، خصوصا في ظل استنكار الناس والنفور لديهم من خلال تصرفات بعض الفصائل المحسوبة على التيارات الإسلامية؟ أنا أظن أن هذه الهوة الكبيرة بين الناس سواء في سوريا أو في كل بقاع العالم الإسلامي، والتي زرتها والتي أعرف كثيرا من مشاكلها، أظن أن الفكرة هي أصلا في مسألة هامة جدا جدا، وتأتي في الحقيقة قبل هذا، قبل هذا البحث كله، هي هل نحن مستعدون حقيقة أن نأخذ المنهج القرآني في عملية الحوار والتحاور العلمي ونتبناه ونطبقه في حياتنا أو لا. كلنا نقول نعم وكلنا ندعي ذلك، ولكن عند الواقع وجدت مثلا بعض الناس تلقي عليه أشياء وأدلة علمية لا يستطيع أن ينقض منها حرفا، ماذا يفعل؟ أسهل طريقة عنده هي الهروب، بعد أن يكلمك ويصل إلى نقطة معينة ثم يهرب ولا يريد أن يلقاك، ولو سألت عنه وبحثت عنه فقط لتسلم عليه لا يريد. طيب ما السبب؟ إذا كان عندك علم أعطني وانصحني ودلني، والآية القرآنية واضحة، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا المنهج أظن أنه غير مفعل في حياتنا. الآيات الكثيرة التي فيها كيف نعى ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في موضوع الآبائية على كفار قريش، قالوا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، آية أخرى مهتدون. طيب هذه الآبائية يبدو أنها مترسخة ومتجذرة في ثقافتنا، فالإنسان لا يستطيع أن يخرج عن مذهبه ولا عن آراء شيخه ولا عن آراء إمام المذهب الذي هو ينتمي إليه عشرات السنين، يقول أنا كيف الآن أخرج عنه. إذن هي عملية مرسخة آبائية،
هذا مذهبه كذا، وهذا توجهه كذا، وهذا تعلم كذا وهذا، ويبقى كل واحد على ما هو عليه ويحاول أن ينشر فكرته ومذهبه بين الناس. والذي عنده جهد أكبر وعنده مال وعنده دعم وعنده حركة وعنده إعلام يستطيع، الآخر لا يستطيع. إذن المسألة الآن تحولت من الجانب العلمي الفكري إلى جانب الإمكانيات المادية الموجودة. الذي أتمنى أن يكون نترك هذه الأشياء، ليست هذه بيننا، نحن كلنا إخوة، نحن رائدنا كتاب الله عز وجل، والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحقق أسانيد الأحاديث، نرى ما الذي صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يجب أن نتبناه جميعا، وأن نقدم أفكارنا، وأن نبحث في الدليل وفي وجه الاستدلال من الدليل. كثيرون يظنون أن من أتى بدليل خلاص إذن هو كسب الجولة، لا، علماؤنا كلهم في تاريخهم العلمي يأتي الإنسان بالدليل، فإذا كان واضحا بينا فبها ونعمت، وإن لم يكن كذلك فإنهم يبينون وجه الاستدلال. قد أوافقك على صحة الدليل، ولكن وجه الاستدلال الذي أتيت به على صحة مذهبك ربما لا أوافقك عليه، فلا بد من البحث. وإذا صدقت النوايا وكانت النوايا حقيقة خالصة لله عز وجل من القلب، فإننا سنصل إن شاء الله على الأقل إلى قدر كبير من الاتفاق، إن لم يكن الاتفاق تاما. أنا أنتهز الفرصة أن أشكر قناتكم، جزاكم الله خيرا على عناية بهذا الموضوع، وأن أشكر مجمع سلطان العلماء الذي أتاح لي الفرصة أن ألتقي بأخواني وأحبابي في طلب العلم، ولمست حقيقة رغبة في التعرف على العلوم وعلى جوانب العلوم. هذه المادة التي ألقيتها مقدمات في العلوم وأبرز الكتب التي ألفت في العلوم وأهم المسائل في تلك العلوم، وجدت منهم تجاوبا جيدا طيبا لا بأس به، أسأل الله لهم التوفيق إن شاء الله. هو المواضيع الشرعية خاصة العقدية منها، كان هناك طرح لقضايا التكفير وقضايا التبديع وقضايا التضليل وقضايا كذا، نوقشت أثناء الدورة، ثم المذاهب والفرق الموجودة ونوقشت أيضا، وهذا يعين كل طالب العلم على تصور وعلى إحسان التعامل وعلى الإنصاف في التعامل، وعلى أن يكون يتقي الله سبحانه وتعالى قبل أن يحكم على الناس بالأحكام العامة، وهذا كله يساعد على فهم الوضع الحالي وفهم الساحة السورية التي اليوم في غاية الاضطراب، وأسأل الله سبحانه وتعالى نعجل بالنصر. ما هي رسالتكم للهيئات الشرعية مثلا والهيئات الدعوية العاملة الآن على الأراضي السورية؟ هي رسالة أكررها دائما في كل زمان ومكان، وقلتها في كل مكان قابلت إخواني وأساتذتي من المشايخ السوريين، وأنه لابد من الاجتماع على كلمة سواء، لابد أن يجتمع الأكثر من المشايخ والعلماء على كلمة سواء ليصدروا الفتاوى والقرارات والضوابط في المسيرة السورية الحالية. هناك هرج ومرج واضطراب كبير في الساحة السورية، وتحتاج إلى كلمة شبه موحدة. إذا قلنا أن هناك صعوبة بالغة في جمع كلمة العلماء، على الأقل يجتمع أكثر العلماء وطلبة العلم الكبار ويكون لهم كلمة في ما يجري في سوريا اليوم، في المسيرة هذه، في اضطرابات، في الأحداث، لأن وصلنا اليوم في سوريا إلى مفترق طرق حاسم وخطير جدا، فلا بد من أن يتصرف المشايخ والعلماء ليواكبوا ما يجري، ليكونوا سابقين، بالعكس ما يواكبوا فقط، يكونوا سابقين ما يجري في الساحة ليوجهوا الناس وليرشدوا الناس، لأن إذا ما أرشدهم العلماء والموجود من ذا الذي سيرشدهم إذن؟ خاصة كما تفضلت هنالك مجموعات تفسد ولا تصلح أو تفسد أكثر مما تصلح، فلذلك المسألة في غاية الأهمية اليوم، المشايخ والعلماء يتحركون ويضبطون الساحة بسرعة، والاجتماع أمر لا بد منه ولا غنى عنه في ظني. هل لمستم بيئة خصبة لدى الحاضرين؟ وهل باعتقادكم سيتمكن الحاضرون بعد هذه الدورة من تطبيق ما تعلموه خلالها؟ وهل سيكون بإمكانهم يعني تحويل المعلومات النظرية إلى واقع عملي يلمسه الناس على الأرض؟ والله يعني هذه الدورة بالنسبة لمدتها وبالنسبة لي يعني طريقة الطرح للموضوعات، لا شك لو أننا كنا متمكنين من الوقت أكثر، وبالنسبة لظروف الأخوة تساعد على أن يكونوا معنا أكثر، لكان الأمر فيه نضج أكثر ومعالجة أكثر، لأن الأسئلة يعني كما يقال الإخوة عندهم سيل من الأسئلة يطرحونها ويتحدثون فيها، وهم حريصون والحمد لله كل الحرص على أن يعني يتمكنوا من الرؤية الشرعية الصحيحة في هذه القضايا.
نستطيع أن نقول يعني بتوصيف يعني أدق إن شاء الله إن هذه الدورة أشبه ما تكون بدورة إسعافية لا يستغني فيها أي أخ حضر فيها من أن يعني يتابع البحث والنظر والسؤال، على الأقل إنها تعطيه نوع من الانضباط وأيضا التوقف وعدم التسرع في أي قضية تطرح عليه. بصراحة هذه الدورة كانت ملامسة جدا للواقع، والمواضيع اللي طرحت فيها كانت جدا قريبة من الواقع، سواء موضوع العقائدية اللي تطرقت بشكل كبير إلى التكفير وإلى التبديع، المواضيع الفقهية اللي تطرقت أيضا إلى موضوع نسف المذاهب الأربعة والإتيان بمذاهب بدعوة الكتاب والسنة، بدعوة الأخذ من الكتاب والسنة بشكل مباشر مما يتيح إلى إنشاء عدد لا متناهي من المذاهب، فكانت قريبة جدا من الواقع ولمست الواقع بشكل كبير. بالنسبة للعقيدة الإسلامية فهذا أمر مهم جدا، فنحن المسلمون بشكل عام، نحن المسلمين بشكل عام أو خاص، سواء كنا طلاب علم أو عامة، بحاجة إلى تفصيل ولو شيء مجمل يعني شيء صغير في أمور العقائد الإسلامية، ونبذل خلاف أيضا مرة أخرى في أمور العقائد التي مضى وقتها. لسنا اليوم بحاجة إلى تمزيق صف طلبة العلم بين فلان وفلان وقال فلان وقال فلان، نأتي بالزبدة ونأتي بمنهج الكتاب والسنة الذي لا يختلف عليه أحد، ونترك جانب التأويل أو التجسيم أو غير ذلك، ونأتي بالعقيدة التي اتفق عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فقط، وبمنهج سهل ويسير مفهوم للصغير والكبير، وتقوية هذا المنهاج ونشره بين المقاتلين وبين المدنيين.